من موقع صوت الكتاب www.kitabsound.com. إدارة الأزمات، فن الدفاع عن النفس للشركات، تأليف ستيف ألبريخت. أصبحت الأزمات سمة من سمات الحياة المعاصرة. الأزمة هي ذلك الحدث السلبي الذي لا يمكن تجنبه أيا كانت درجة استعداد المنظمة، والذي يمكن أن يؤدي إلى تدميرها أو على الأقل إلحاق الضرر بها. نوعان من الأحداث. هناك قول مأثور ينطبق على إدارة الأعمال، مؤداه أن الأحداث السيئة تأتي فجأة والأحداث الطيبة تأتي بالتدريج. وأنت كمدير ورجل أعمال تعرف مدى صدق هذا القول، فإذا ما انطلق جرس هاتف منزلك بعد منتصف الليل فإنك ستتوقع خبرا سيئا على الأرجح. فالأزمات لا تقع عادة إلا في أسوأ توقيت غير مناسب. خصائص الأزمة. في بداية كل أزمة هناك شيء واحد مؤكد، لا أحد يعرف ما هو الوضع بالضبط، لكن الأزمة بشكل عام تتصف بالخصائص الست التالية. 1- المفاجأة. تدخل مكتبك في الصباح لتجد جهاز الكمبيوتر قد توقف عن العمل، لتضيع كل الخطط والمعلومات التي قضيت في إعدادها أسابيع طويلة. 2- نقص المعلومات. لا تعرف من المتسبب ولا كيف تتصرف، كما أنها المرة الأولى التي تصادفك فيها مثل هذه الأزمة. تصاعد الأحداث. تتوالى الأحداث لتضيق الخناق عليك، فالجهاز لا يتوقف عن العمل إلا وقت الحاجة إليه، وجدار المدرسة لا يسقط إلا والطلبة في الداخل، إلى آخره. فقدان السيطرة. جميع الأحداث الأزمة تقع خارج نطاق قدراتك وتوقعاتك وتشذ عن الروتين العادي للمؤسسة. 5- حالة الذعر، حيث تصدر عن المدير قليل الخبرة تصرفات عنيفة فينهي خدمة كل من له علاقة بوقوع الأزمة، أو يعمد إلى التشاجر مع معاونيه، أو يقدم استقالته. 6- غياب الحل الجذري السريع. الأزمات لا تنتظر المدير حتى يتوصل إلى حل متأنٍ، بل تهدد بتدمير سمعة الشركة وأصولها في غمضة عين. وهناك لا بد من المفاضلة بين عدد محدود من المحلول المكلفة لاختيار أقلها ضررا. قائمة الأزمات. عندما يشتد قلقك وتوترك ينصحك علماء النفس وخبراء إدارة الضغوط بكتابة قائمة بالمشكلات التي تؤرقك. فرؤية هذه المشكلات على الورق كما يقولون تمنحك الإحساس بإمكانية إدارتها والسيطرة عليها. يمكنك أن تستخدم نفس الأسلوب لإدارة الأزمات، اكتب قائمة بالأزمات المحتملة ثم حاول أن تضع لكل واحدة منها درجة احتمال معينة. حاول أن تحدد المهارات الخاصة التي يتطلبها التعامل مع كل أزمة. بعد ذلك ضع لنفسك درجة لقياس القدرة على التعامل مع هذه الأزمة بنجاح. في نهاية القائمة حاول أن تحدد حجم الفجوة، أي الفارق بين المهارات التي تستدعيها الأزمة والمهارات التي تمتلكها أنت، وبين الموارد التي تحتاجها الأزمة وموارد الشركة أو القسم الذي تديره. للوهلة الأولى قد تبدو مهمة وضع مثل هذه القائمة أمرا عسيرا، خاصة إذا ما حاولت أن تبدأ من فراغ، لكن عليك أن تصمم قائمة الأزمات التي تناسب موقعك في الشركة والعمليات والمهام التي تعتبر مسؤولا عنها. تصميم قائمة الأزمات المحتملة ووضع الخطط لإدارتها هو عمل يشبه شراء بوليصة تأمين، فإذا لم تستخدمها فهذا يعني أن شركتك في حالة طيبة ووضع تنافسي جديد. أبعاد الأزمة. ليست الحوادث من قبيل انهيار جدران المصنع أو انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من يوم هي وحدها التي تندرج تحت مصطلح أزمة، فهذه الأزمات تجلب للشركة قدرا من تعاطف الرأي العام والحكومة وتصبح فرصة لمزيد من العلاقات الإيجابية. لكن هناك أنواع من الأزمات التي تنفجر بفعل فاعل والتي ينتهزها المنافسون للانقضاض عليك، وهي أزمات لا يمكن رؤية أي جانب إيجابي فيها. هذا النوع من الأزمات لا يحدث من تلقاء نفسه. هنا تكون الأزمة أزمة علاقات الدرجة الأولى، أزمة بين الشخصية الاعتبارية لشركتك
والشخصيات الأخرى في المجتمع. التحسب للأزمات يعني الاستعداد للأسوأ، والأسوأ لم يكن قط من عمل الظروف الطبيعية وحدها، بل قد يكون أحيانا من فعل الإنسان الذي قد يصنع الأزمة بقصد أو بدون قصد. وهناك بعدان لهذا النوع من الأزمات، هما: واحد، مشكلة، وهي نوع من التغيير المفاجئ غير المحسوب، وتتطلب مزيجا فعالا من مهارات التخطيط والاحتواء والتوقع لدى الإدارة. ثانيا، صراع، ويتضمن اصطدام مصالح أو إرادة طرفين أو أكثر، وهو يتطلب مهارات خاصة لإدارة الصراع والتفاوض. جذور الأزمة، هل تمتد داخل شركتك؟ هذا يعني أن هناك شخصا أو مجموعة أشخاص يحركون الأزمات التي تعصف بشركتك ويديرونها. هنا تكون الخطوة الأولى لمواجهة الأزمات وإدارتها هي فهم أساليب عمل هؤلاء الأشخاص ومصالحهم ومواقعهم ودراسة قدراتهم وإمكانية تحييدهم. قد يكون أولئك الأشخاص من العاملين معك أو من مورديك أو عملائك. فمدير القسم الذي ينشر ثقافة العنف أو الرشوة والمحسوبية داخل الشركة قد يتسبب في إشعال أزمة بين العاملين، والعميل الذي يهرع إلى أقرب محام ليقاضيك إثر تضرره من استخدام منتجاتك قد يتسبب في أزمة تسيء إلى صورة شركتك أمام الرأي العام، والمتظاهرون الذين يقذفون أبواب شركتك بالحجارة قد يتسببون في مقاطعة الجمهور لمنتجاتك. هذه مجرد أمثلة لأفراد ومجموعات لديها مفاهيم ومناهج عمل ومصالح خاصة تختلف عن تلك التي تحكم مصلحة شركتك، بل وتتعارض معها في معظم الأحيان. في مثل هذه الحالات عليك أن تحلل بدقة أسلوب عمل هؤلاء الأشخاص لتستطيع أن تصون شركتك من هجماتهم. أزمات مع أطراف خارجية. الأزمات الخارجية التي تتعرض لها الشركات هي تلك التي لا تجد معها مناصا من الدخول في صراع مع أطراف تهدف إلى الإضرار بمصالح الشركة. يجدر بك أن تنظر لهذا الصراع على أنه صراع حياة أو موت، فإذا خسرت الحرب أمام أحد الأطراف اجتمعت الأطراف الأخرى حول المنتصر لتفتك بشركتك. مثال هذه الأزمات ما يلي: 1. دعوى قضائية. هنا قد يكون الهدف الأساسي لصاحب الدعوى القضائية هو الحصول على المال، بينما يكون هدفه الثانوي هو التعريض بشركتك وتشويه صورتها أمام الرأي العام. ورغم أنه من غير المحتمل أن يرفض المدعي صاحب الدعوى القضائية تسوية القضية مقابل مبلغ من المال تدفعه له، إلا أن هذا الأسلوب ليس هو الأمثل في كثير من الحالات. فغالبا ما سينظر الرأي العام لشركتك على أنها اشترت من المدعي سكوته مقابل المال، لأنه لو كان الحق إلى جانبك لم تكن تلجأ لذلك. ويعتمد قرار الإدارة في مثل هذه الحالة على الموازنة بين مركز الشركة ومركز الخصم والأثر المتوقع على الرأي العام. 2. المقاطعة. انتبه لمن يهددون بمقاطعة منتجاتك، فكل ما يريدونهم هو إحداث ضجة كبيرة ليحصلوا على تغطية إعلامية جيدة لمساندتهم ولفت الأنظار إليهم. لا يهدف أصحاب حركات المقاطعة في الغالب إلى تحقيق ربح مادي، ولذا يجدر بك الابتعاد عن محاولة التسوية المالية، وإلا شهروا بك أكثر وأكثر، وذلك على العكس من أسلوب التعامل مع أصحاب الدعاوى القضائية. ورغم ذلك ليس عليك أن تقدم أي تنازلات إلا بعد دراسة الوزن الترجيحي لمن يهددون بمقاطعة منتجاتك، فإذا كانوا مجرد مجموعة من الأفراد دون سند قانوني أو اجتماعي كافي فقد يجدر بك ألا تعيرهم أي اهتمام، ولكن دون أن تسخر منهم. وهذا مثلا هو أسلوب تعامل سفراء الدول مع مسيرات الاحتجاج أمام مبنى سفاراتهم. أما إذا تمتع أصحاب الحركة بسند قانوني أو اجتماعي قوي فقد يكون من الأفضل الاعتراف لهم بما يطلبون. 3. حملات الإعلام المضادة. يفضل في حالة التعامل مع وسائل الإعلام أن تكسبها إلى جانبك منذ البداية، فالعديد من المسؤولين عن تشغيل هذه الأداة الرهيبة لا يهتمون بالبحث عن الحقيقة الكاملة بقدر ما يندفعون للتعبير عن مشاعرهم
أو مشاعر مروجي الإشاعات الذين يذهبون إليهم بقصص تسيء إلى شركتك. فإذا كانوا يشعرون بوجودك ويتفهمون موقفك وشخصيتك فلن يصدقوا كل ما يلقي به مروجو الإشاعات عنك. الخطر من الداخل. يوما بعد يوم تزداد المسافة بين الحلم والواقع، فمع تقدم بعض الدول يزداد مواطنو الدول المجاورة تعاسة، لا لشيء إلا لأن دولهم لن تحرز مزيدا من الرخاء، وللعاملين داخل الشركة مشاعر مماثلة. فإذا ما فشلت الخطة التسويقية في تحقيق 50% من أهدافها، يظن بعض العاملين أنها لن تحقق من الخطة التالية سوى 25% من الأهداف. وهكذا حتى أصبح العامل يلوم الشركة برمتها عندما يفشل في تنفيذ مهمته الفردية. إن الفشل في الأحوال العادية يدفع لمزيد من الفشل، خاصة إذا كان مصحوبا بنجاح المنافسين. فإذا ما تأصلت ثقافة الفشل واليأس داخل شركتك، ستجد أن المهام تصمم بحيث تصيب العامل بأكبر قدر ممكن من التوتر، وأن النظام يطبق لاقتناص الفرص لمعاقبة العاملين على الأخطاء بدلا من مكافأتهم على حسن البلاء. في مثل هذه البيئة تركض الاتصالات وتعشش العناكب في زواياها المظلمة لتزيدها ظلاما. يتحول كل يوم من أيام مثل هذه الشركات إلى أزمة، أزمة للنجاة من الموت. فكل حركة من حركات المنافسين هي ضربة قاضية، وكل تغيير في ظروف السوق هو انقلاب. فالعلاقة بين اليأس والفشل والخوف علاقة وثيقة يتولد عنها شيء واحد هو الأزمة. أزمات بسبب العاملين. إن جوهر الإدارة هو إدارة الأفراد للقيام بالعمل، ولذا يجد المدير نفسه مشغولا بمشكلات تختلف كثيرا عن مشكلات الصيانة والبرمجة التي ما كانت لتشغل جل وقته لو أنه استخدم طاقما من الروبوتات الآلية بدلا من الآدميين. بين إدارة الأفراد وإدارة الوظائف. هناك الآلاف من القصص الواقعية التي تعبر عن إهمال بوادر الأزمات والتقليل من شأنها حتى تطل بوجهها السافر لتدمر الشركة وتحطم سمعتها. يجب ألا ننسى أزمة بنك بارينجر التي تسبب فيها أهم موظفي البنك وأكثرهم نشاطا، حيث تورط في تعاملات ومضاربات مشبوهة بودائع العملاء، ولم يحالفه الحظ فأضاع أموال البنك والعملاء. فهل ما زلت تعتقد أن مهمتك هي إدارة الوظائف لا إدارة الأفراد وثقافتهم؟ حالة أزمة غير مفاجئة. حصل بواب أحد الفنادق الكبيرة لتوه على ترقية كرئيس لطاقم البوابين بالفندق. لقد زاد راتبه $100 بعد ترقيته، لكنه خسر أكثر من $300 من البقشيش التي كان يحصل عليها كبواب. أصبحت لهذه البواب بحكم منصبه الجديد سلطة تحديد مواقع البوابين، وهو ما يعني بالتالي تحديد البقشيش الذي يناله كل منهم، لأنه يتغير طبقا للباب الذي يعمل عليه. المسألة لا تحتاج لكثير من الشرح لتعرف كيف استطاع رئيس البوابين في منصبه الجديد أن يعوض الخسارة الناجمة عن ترقيته، فقد أصبح يتقاضى مبلغا من المال من كل بواب مقدما قبل تحديد موقعه، وهو ما يعني أنه كلما زاد هذا المبلغ زادت حساسية الموقع الذي يختاره له. الآن هل يهمك أن تتعرف إلى مدير الفندق الذي لم يكن يهمه أن يعرف إذا كان رئيس البوابين يتقاضى رشوة من زملائه أم لا؟ فكل ما كان يعنيه في هذا الأمر هو أن يجد بوابا على كل باب يؤدي وظيفته. لقد تغاضى مدير الفندق عن ثقافة الرشوة التي ينشرها رئيس البوابين بين العاملين، ولم يهتم سوى بالوظائف، ولذا لم يفهم أي شيء عندما انفجرت الأزمة وعثروا على جثة رئيس البوابين وساءت سمعة الفندق وأفلس بعد أشهر قليلة. أزمات متعلقة بالمنتج. مع هذه الوفرة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية يصعب استبعاد حدوث الأزمات، خاصة تلك الناجمة عن تناول أغذية فاسدة أو التعامل مع أجهزة خطرة أو ضارة بالبيئة إلى آخره.
في جميع حالات الأزمات التي سندرسها فيما يلي، تأثرت الشركات المذكورة بطريقة نجم عنها انخفاض شديد في أسعار أسهمها أو تدهور غير مسبوق في سمعتها طوال فترة الأزمة، هذا فضلا عن انخفاض مبيعاتها لدرجة مثلت تهديدا مباشرا لمركزها التنافسي في السوق. 1. جاك ان ذا بوكس. في يناير 1993 مات 3 أطفال وأصيب أكثر من 500 شخص بعد تناول الهامبرجر داخل سلسلة مطاعم جاك ان ذا بوكس بواشنطن. رفعت الدعاوى القضائية ضد شركة فود ميكرز المالكة لسلسلة المطاعم من جانب العملاء المتضررين ومن جانب أصحاب الامتياز الذين يملكون فروع الشركة. كانت إدارة شركة فود ميكرز لهذه الأزمة غير فعالة لدرجة دفعت بها إلى حافة الإفلاس، فقد خسرت ما يقرب من $40 مليون في نفس العام نتيجة لتلك الأزمة، وحتى اليوم وبعد 5 سنوات من هذا الحادث ما زالت الشركة تكافح لاستعادة سمعتها. إثر اندلاع الأزمة لم يعرف أحد من مديري الشركة كيف يتصرف أو ماذا يقول للرأي العام، وحجبت المعلومات عن وسائل الإعلام مما ساهم في تشويه صورة الشركة. كان على الإدارة أن تدرك أن الإعلام سيتناول الأزمة حتى يقتلها بحثا لأنها قضية الساعة، فإذا أن تخرج للناس وتدلي برأيك فإن وسائل الإعلام لن تعدم من يدلي برأيه، وإذا لم تدافع أنت عن سمعتك فلا تتوقع من أحد أن يفعل. لقد استغرق الأرض أمر من فود ميكرز حوالي العام لتستطيع تسوية الدعاوى القضائية. الغريب أن الشركة التي تورد اللحوم إلى فود ميكرز والتي تعتبر المسؤول الأول عن توريد اللحوم الهامبرجر المصاب ببكتيريا إيكولي لم يرد اسمها في الحادث مطلقا. 2. حالة ماكدونالدز. على النقيض من ذلك، تمكنت شركة ماكدونالدز من إدارة الأزمة التي واجهتها بفعالية. ففي عام 92 انسكب فنجان من القهوة الساخنة التي كانت مثار فخر مطاعم ماكدونالدز على ساقي سيدة عجوز لتصيبها بحروق خطيرة. في أغسطس عام 94 تقرر لها المحكمة الحصول على تعويض قدره $3 ملايين كتعويضات تأديبية من إدارة المطعم، ورغم ذلك تمكنت المؤسسة من التواصل مع الجماهير عبر وسائل الإعلام خلال الأزمة مرات كثيرة كي لينقل رسالته، كما زادت المساحة الإعلانية للشركة على شاشات التلفزيون وزادت من نشاطاتها الخيرية. أثر هذا الأسلوب المبادر على العملاء الذين كسبتهم الشركة مرة أخرى. ندرك من هذا أن الرأي العام يحترم المؤسسة التي تقر بأخطائها وتدفع ثمنها وتجدد عهودها على ضوء التجربة الأخيرة. علامات مميزة. من الملاحظ في كل الأزمات السابقة ظهور بعض العلامات المميزة المشتركة بينها، فقد تجاهلت ماكدونالدز شدة سخونة القهوة ولم تدرس احتمالات الضرر الناجمة عن انسكابها على العملاء. 3. حالة انتل. نفس هذه الظاهرة تبدو جلية في الأزمة التي اعترت شركة انتل في أوائل ديسمبر 94 حين انهار التعامل على أجهزة الكمبيوتر المزودة برقائق انتل بنتيوم 586، وذلك بعد اكتشاف قصورها عن إجراء بعض العمليات الرياضية المعقدة. فقد أغفلت الشركة تحذيرات وشكاوى من بعض العملاء من عدم دقة الرقائق البنتيوم 586 التي كثر التندر بخصوصها على البريد الإلكتروني للإنترنت، مثل سؤال: لماذا أطلقت انتل رقم 586 على بنتيوم؟ الجواب: لأنهم جمعوا 100+486 على الجهاز الأول من هذا الطراز، فكان حاصل الجمع يساوي 585.09999 إلى آخره. لكن انتل صرفت نظرها عن هذه الإنذارات المبكرة وأجابت بإهمال: لا يوجد منتج بحد الجودة المطلقة أو حد الكمال. لكنها لم تدرك أن أحدا من عملائها لا يريد أن يسمع تصريحات واقعية عن عدم كمال المنتجات التي تقدمها لهم، فهذا شيء بديهي.
لكن ما يريد العملاء سماعه هو درجة مقاربتك للكمال وإخلاصك في تحقيقه، والعميل لا يبحث في الواقع عن الكمال المطلق بل عن الصدق والصراحة. دورة حياة الأزمة. يوحي تحليل هذه الأزمات بوجود دورة حياة للأزمة، فكل منها تبدأ عند لحظة معينة ثم تشتد بسرعة ثم تخبو حتى تنتهي، وفي هذا تماثل مع النموذج البيولوجي لمراحل حياة الكائن الحي عبر الميلاد والنمو والنضج والموت، ويمكننا بالتالي بناء نموذج افتراضي لدورة حياة الأزمة يمكن التحكم من خلاله بالأزمة وإدارة تبعاتها. إجهاض الأزمة. يعني هذا المصطلح القضاء على الأزمة قبل أن تولد، وذلك بإزالة أسبابها المحتملة. كان الحكيم الهندي يوغي يقول: إذا رأيت حجرا في الطريق فأزيله ولا تنتظر حتى تتعثر به. يتطلب هذا أن تتقبل النقد وتزن التحذيرات وتدرسها دون إهمال، وفي تقييمك للإنذارات والتحذيرات لا تعتمد على المكلفين بإطلاق صفارات الإنذار فقط. فسؤال هؤلاء عما إذا كانت هناك أزمة وشيكة أم لا هو بمثابة سؤال فأر أين ذهب بالجبنة. النموذج النظري لإدارة الأزمة. إذا فشلت في إجهاض الأزمة فليس أمامك سوى إدارة دورة حياتها وبمعدل أسرع من معدل تفاقمها وتطورها. تلك هي الحقيقة الأولى للتعامل مع الأزمات. ومن الناحية النظرية تنقسم دورة حياة الأزمة في علاقتها بالمؤسسة إلى المراحل التالية. 1- مرحلة ما قبل الأزمة. تركز جهود الإدارة في هذه المرحلة على إدارة المهام. 1- مسح البيئة واستشعار الأزمات المحتملة التي قد تنفجر في المستقبل. 2- جمع المعلومات عن هذه الأزمات أو المشكلات وتقييم درجة خطورتها. 3- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ولادة الأزمة. 4- أخذ العبرة من خبرات الآخرين. من الواضح أن مهام إدارة الأزمات في هذه المرحلة تتركز على الوقاية من الأزمة. فعقب أزمة ماكدونالدز قامت شركة ستاربكس الشهيرة بإعادة تقييم طريقة تقييم القهوة لعملائها. أما مطاعم وينديز فقد أوقفت بيع الشوكولاتة الساخنة بصفة مؤقتة. مرحلة تفاقم الأزمة. تتفاقم الأزمة من تلقاء نفسها دون حاجة لمساعدة الإدارة، إلا أن هناك بعض البيئات الإدارية التي تفضلها الأزمات دون غيرها. تتميز هذه البيئات الإدارية بعدد من السمات التالية: 1- ضعف الشبكات الاتصالية بين الإدارات ومواقع العمل. 2- بطء عملية صنع القرار والبيروقراطية. 3- إهمال دراسة المنافسين وعدم وضوح الأهداف الاستراتيجية وتخلف بحوث التسويق. 4- ضعف روح الانتماء وخفوت الحماس وسيادة اللامبالاة والأنا مالية. مرحلة إدارة الأزمة، ويمكن أن يطلق عليها مرحلة احتواء الأزمة، وهي تشمل المهام التالية: 1- الاعتراف بالأزمة. كثيرا ما نتجاهل البوادر الأولى للأزمة، فالانخفاض الحاد في رقم الإيرادات يرجع إلى كساد الموسم بصفة عامة، وتكاسل الموظفين يعود إلى حرارة الجو. تستمر هذه التبريرات تتوالى حتى تجد نفسك أمام الأزمة وقد تفاقمت، لذا كن مستعدا دائما. 2- تخصيص موارد معينة وفريق بعينه للتعامل المباشر مع الأزمة. 3- حشد الجهود والمساعدات الخارجية المساندة. 4- وضع خطة طارئة للتغلب على الأزمة بشكل جذري وسريع. مرحلة ما بعد الأزمة. التعلم من الخبرات السابقة وتحديث خطة إدارة الأزمات بناء على التغذية الراجعة من الأزمة الأخيرة، بما يضع الأسس اللازمة لوضع خطة جديدة للوقاية من الأزمات ولإدخال التعديلات على الخطة القائمة. تقييم تأثير الأزمة على العلاقات والاتصالات بالعملاء والأطراف الخارجية، وتقييم تأثير الأزمة على العلاقات الداخلية وثقافة بيئة العمل. تكوين فريق الأزمات.
تتجلى الحاجة للإدارة خلال أوقات الأزمات. وفي هذا يقول الرئيس الأمريكي جيفرسون: كثيرا ما أشقاني التفكير في إحدى المشكلات العويصة حتى ساعات متأخرة من الليل، فلا أجد مخرجا سوى إعلام الرئيس بها، ولكن عندما أستيقظ في الصباح أتذكر أني أنا الرئيس. إن غالبية السياسات والإجراءات تم تصميمها للتعامل مع الحالات الاعتيادية، وغالبيتها لا تصح للتعامل مع الأزمات، وأحد أسباب ذلك هو عدم وجود فريق مخصص للتعامل مع الأزمات. عند انفجار الأزمة يجب الحرص على التدخل المباشر لأعلى شخصية في الهيئة الإدارية. في معظم حالات الأزمات يجب أن تخرج هذه الشخصية لتلقي بالتصريحات وتتعامل مع الأطراف الأخرى، ولم تحدث حالة نجحت فيها المؤسسة في احتواء الأزمة احتواء تاما دون التدخل المباشر لهذه الشخصية. يدفعنا هنا للتوصل بمركزية صناعة القرارات أثناء الأزمات، ولكن لا يجب أن تتم مركزية صناعة القرارات على حساب سرعة التعامل والتفاوض مع الأطراف الأخرى. فإحدى المميزات التي كانت الجانب الأمريكي على الجانب السوفيتي طوال تاريخهما التفاوضي هي سرعة صناعة عملية القرار لدى الجانب الأمريكي عنها لدى الجانب السوفيتي الذي يقيد فيه الحزب سلطات الرئيس. الصف الإداري الأول: يتكون فريق إدارة الأزمات من رؤساء الصف الإداري الأول على أن يستعينوا بالرؤساء التنفيذيين في المتابعة وتحصيل المعلومات الضرورية للعمل وتعزيز شبكة الاتصالات. وإن كان جل العمل التخطيطي والتنفيذي يجب أن يقوم به طاقم الصف الإداري الأول. خير دليل على فعالية هذا الأسلوب هو نجاح لي إياكوكا الإداري الأول لشركة كلايزلر، والذي كان يسوق لمنتجاته ويخاطب العملاء بنفسه ويبذل لهم الوعود ويعتذر عن الهفوات. لكن هذا لا يعني أن مجرد تواجد الشخصية الإدارية الأكبر يكفي وحده لفك لعنة الأزمة، فهذه الشخصية الإدارية يجب أن تتمتع بالقبول وأن يرى فيها الآخرون المصداقية اللازمة. هذا هو داريل جيتس رئيس شرطة لوس أنجلوس يتدخل في الأحداث الدامية التي هزت المدينة عقب عرض شريط فيديو يصور أفرادا من الشرطة يعذبون الزنجي رودني كينغ بعد القبض عليه. لكن شخصية داريل جيتس المتزمتة والرافضة للاعتراف بالخطأ أو الاعتذار وتهدئة مشاعر الجماهير الثائرة زادت من التمرد، وكان النتيجة خسائر تزيد عن 800 مليون دولار نتيجة لتحطيم الممتلكات أثناء أحداث الشغب وامتناع بعض أفراد الشرطة عن منع هذه الأحداث تعبيرا عن امتعاضهم. إنما يريده جمهور الناس عقب الأزمة هو شخصية ذات مصداقية تعبر عن قدرتها على قيادة الأمور إلى بر الأمان. وكما أن هناك وقتا آخر لإرخاء العنان، وكما يعرف المدير الذكي متى يقفز إلى منصب الدكتاتور ليفرض أوامره المركزية على الجميع، عليه أيضا أن يعرف متى يمثل دور الغائب ويرخي العنان دون أن يفرده. القواعد السبع لإدارة الأزمات: 1- احذر الكذب، واحذر نشر كل الحقائق أمام كل الناس. لا تنسى أنه خلال الأزمة يكون الناس على استعداد تام لتصديق الأسوأ، فأي محاولة للكذب ستبدو واضحة للعيان. احذر أيضا أن تقع في مصيدة الإدلاء بكل الحقائق، بل اقصر هذا على مجموعة معينة من أولي الثقة. 2- لا تضع نفسك محل المتهم الذي يطلب البراءة، وإلا سيطالب الناس برأسك. الأجدر أن تعرض بشجاعة قدرتك على إنقاذ الموقف والوعد بتصحيح الأخطاء مع اتخاذ خطوات فعلية لذلك. 3- كن مركزيا في صناعة القرار وتنفيذه على أن يكون الرأي شورى بين أكبر عدد ممكن من ذوي العقل الراجح. 4- تعزيز العلاقات وقنوات الاتصال مع الخصوم ومع المساندين وتوسيع دائرة المساندة. لا تشكك في أي من مسانديك، فالوقت ليس وقت لوم وعتاب، بل وقت استنفار الهمم وحشد الجهود. وفر العتاب والحساب لما بعد الأزمة، ولا تتوقع ممن معك إلا أقصى جهد. حفزهم واشعل فيهم الحماس دائما،
وحذاري أن تلجأ إلى الصراخ والصوت العالي. وفر الحماية والأمان لأعوانك ومساعديك ولا تبخل بأي شيء. 5. دراسة مصالح ومناهج عمل الأطراف الأخرى المتورطة في الأزمة والتنبؤ باستجاباتها وأخذ زمام المبادرة منها. فإذا ما حددت ماذا يريد الطرف الآخر بدقة وحددت اعتبارات الرأي العام، يمكنك أن تبني دفاعك على المبادرة بدلا من ردود الأفعال. 6. إدارة الأزمات هي إدارة لسمعة الشركة واسمها في المقام الأول. 7. التوقع والمبادرة وعدم التهاون في إطفاء جميع الحرائق المشتعلة حتى الصغيرة منها. حاول دائما أن تخمد الحرائق قبل اشتعالها واضطرامها، وذلك بأن تستمع لجميع أبواق التحذير وتطور بداخلك القدرة على استشعار بدايات الشرر. تذكر أن الناسا عندما تطلق مكوكا للمريخ فإنها لا تطلقه على الموقع الذي هو فيه الآن، بل على الموقع الذي سيكون فيه وقت وصول المكوك. تفهم هذه الحقيقة واحسب توقعاتك بالطريقة التالية: إذا وقع الحدث سين في الوقت صاد، فهل سنكون في موقف يسمح لنا بالتعامل معه؟ ولنا رجاء، بادر الآن إلى ملء نموذج الأزمات المحتملة. من موقع صوت الكتاب www.kitabsound.com